مساء الخير واهلا بكم. بنكمل سلسلة فن نجاحك بأي علاقة في الدنيا. قلنا ان هما 8 حلقات في 8 ايام، خدت 3 حلقات، النهاردة الحلقة الرابعة. بذكر سريعا عشان الناس اللي ما كانتش متابعة وعايزة تجيب السلسلة من اولها. اول حلقة كانت ازاي تعرف ان الشخص ده انت معجب به هو معجب بيك، تاني حلقة كانت ازاي تعرف ان الشخص ده ظروفه مناسبة ليك، تالت حلقة كانت افضل طريقة تقدر تلفت بيها انتباه الشخص ده، رابع حلقة اللي هي حلقة النهاردة ازاي اتأكد من صدق مشاعره ان هو صادق ولا لا، هنقول لك او نقول لك علامات الكلام للطرفين، 5 علامات في حلقة النهاردة. انا حاولت اجيب لك او اجيب لك علامات سهلة وانت حاطط رجل على رجل كده في 5 دقايق تعرف العلاقة اللي انت فيها دي. قبل الحلقة القادمة ازاي ان انت تعبر بمشاعرك قبل ما تتدبس وتحب وتتعلق وتتوجع بعد كده، احنا بنبني العلاقة صح. 3 علامات من دول موجودين العلاقة دي لا تصلح. 3 علامات عفوا من الـ5 لقيتهم موجودين في اللي انت مرتبط بيه، اذا العلاقة دي لا تصلح. وان كملت احنا نصحناك، ذنبك على جنبك، ما تلومش غير نفسك. قناة محمد ابو زيد على الفيسبوك واليوتيوب بدعوكم للاشتراك فيها، وتعالوا بينا نبتدي. واللي بيسأل ازاي ان هو يتواصل معايا على الانستجرام والفيسبوك، كل الروابط دي متثبتة في اول تعليق وقنواتنا التانية كمان. اول علامة بيغيب ويختفي، سهلة وواضحة ومعبرة وقوية تدل ان في غلط في العلاقة دي. موجود معايا 2 3 ويغيب له 2 3، موجود معايا اسبوع ويغيب له اسبوع. وانا مش بتكلم عن موقف حصل صدفة، انا بتكلم لو ده بيحصل باستمرار معاك. دي اول علامة عشان ما نطولش، خلاص واضحة ومعروفة، احسب كده ايه وشوف. المفروض انت في مرحلة تعارف بقى، ممكن تلاقي 2 مخطوبين وما فيش ما حدش فيهم قال للتاني بحبك. هو اول ما احنا بنتخطب بنقول لبعض بنحب بعض؟ لا. ممكن تلاقي 2 في تعارف بينهم وبيكلموا بعض وممكن بيخرجوا مع بعض وما فيش اعتراف بالحب لسه. الحلقة الجاية بقى هتبقى عن الموضوع ده. يبقى دي اول علامة. تاني علامة بحس ان هو مش خايف عليا او هي مش خايفة عليا قوي، يعني إيه، البس مهما البس، اخرج مهما اخرج، مين تابعني، انا تابعت مين، بكلم مين، مين كلمني، ضحكت مع مين، مهتم مين، مهتم مين، الكلام ده مش فارق قوي مع اللي انا مرتبط بيه. علامة قوية جدا جدا من البداية تخليك تعرف ان العلاقة دي لا تصلح، فاشلة، متعبة، مرهقة، تؤدي للوجع، وده اللي احنا مش عايزينه. تالت علامة ايه؟ لو بيهون عليه زعلك، ومعنى بيهون عليه زعلك مش تبقى انت اللي غلطان ومستني ان هو يصالحك ويقول لك حقك عليا، يعني بيغلط وعارف ان انت زعلان وعارف ان هو غلط فيك واذاك وجرحك ويسيبك. عفوا، يسيبك يوم، يسيبك 2، يطنش، يكابر ويقول لك انت اللي تعتذر رغم ان هو غلطان وانت عارف وهو عارف ان هو اللي غلطان. بس اللي بيحب بجد ما بيهونش عليه يا جماعة، نفهم ونستوعى عشان بعد كده ما نعانيش. هو المشكلة ان مراية الحب عمية او مراية الاعجاب بتبقى عمية وبنلغي العقل شوية في التفكير. لا، نفكر الشخص ده بيعمل غلط وبهون عليه، ولا بيعتذر ولا بيعترف ولا في حنية كده، ولا بحس ان هو بيخاف على قهرتي ووجعي وزعلي. بيحبني ايه؟ بيحبني ازاي؟ هو الحب ده ايه؟ انت فاهم معنى الحب ايه؟ فكرتوني بأغنية أم كلثوم، حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبل معنى الحب ايه؟ الشخص اللي بيعمل كده ينطبق عليه مقولة كوكب الشرق بالظبط. لا، ده ما بيعرفش يحب ومش هيعرف ان هو يحب. احنا كده خدنا 3 علامات، وانا دايما بقول سلسلة فن العلاقات دي انا عملتها من كمية الاسئلة المحزنة للأسف اللي شفتها من اصدقائنا والوجع الرهيب اللي بيقعوا فيه. قررت ان انا اعمل السلسلة دي اقسم بالله علشانكم، لاني ما كانش عندي وقت صراحة ارد باستفاضة على اصدقائنا اللي بيبعتولي على الخاص. عشان كده انا بطلب منكم حاجة واحدة مش صعبة يا جماعة، تشيروا الحلقات دي رجاء، حلقات العلاقات، وتدوسوا لايك عشان توصل لاكبر قدر ونفيد اكبر قدر من الناس. انا ده اللي انا عايزه، ورجاء ما تأثروش معايا في النقطة دي او في الطلب ده. ركز بقى في الخطوة اللي جاية دي او العلامة اللي جاية دي، عشان المثل المصري ده انا بحبه قوي، اللي ما يشوفش من الغربال ده يبقى اعمى، ما بيشوفش. مفيش خطة في العلاقة، انا ماشي معاه، وانا قلت قبل كده وبقول تاني اهوت في موضعها، ماشي معاه سبهللة. انا ما انا العلاقة عشوائية
يعني ربنا يسهل زي ما تيجي، ادينا ماشيين. ايه ده، هو العمر بعزقة ولا هو المشاعر سهلة ان احنا نلعب بيها ونغامر بيها اوي كده؟ لا، الخطة ايه؟ ايه اللي هنعمله بكرة وبعده والاسبوع الجاي والشهر الجاي والسنة الجاية؟ انا ما ضيعش ايام عمري اللي ما اعرفش عددها معاك وانا مش عارف احنا ماشيين ورايحين على فين. لا، منهجني وسستم لي خطة اعرف راسي من رجليا. ودي من اكتر العلامات اللي تدل ان الشخص اللي انت مرتبط بيه ناوي معاك على جدية، ولا انت فترة مؤقتة مرحلة انتقالية بالنسبة له مش اكتر. ولازم تستوعب لنقطة زي دي. احنا كده خدنا 4 علامات برضو عشان ما ننساش. خدنا اول علامة ان هو بيغيب ويختفي، بذكر تاني. تاني علامة ان هو ما بيهونش عليه زعلك والعكس صحيح. تالت علامة ان هو ما بتحسش ان هو خايف عليك قوي. رابع علامة مفيش خطة ممنهجة في العلاقة تريحني. حد سألني أعرف أرد أقول إيه. اللي بيسأل على الـ3 حلقات كمان يا جماعة اللي فاتوا هتلاقوني مثبت رابطتهم في أول تعليق ووصف الفيديو. السلسلة كلها مكملة لبعضها. دي نصيحة ليك أو ليكي، اسمعوها من البداية من أول حلقة عشان تصبح خبرة. وأنا قلت لك حتى لو أنت بتقول أنا ارتبطت أو مش هرتبط، يا عم مش ممكن تكون الإفادة دي ليك. ما عندكش أخ، أخت، صديق، حبيب، عزيز، صاحب، جار بتحبه تنصحه؟ استفيد من الحلقات دي وانصحه لو لجأ لك. لو شايفه إن هو بيغرق ما تستناش أما يغرق، اعمل اللي عليك. لو بيعز، لو أنت بتعزه فعلا خايف عليه ومش عايزه إن هو يتوجع أو يحصل له زي ما حصل لك، يعني ما هي دي في حد ذاتها ثواب كبير قوي. ممكن ربنا يعوضك في حاجة تانية على فكرة، مش شرط ان يكون انت هتستفيد استفادة شخصية من الحلقة دي. بالكم من العلامة دي رجل او امرأة لانها مهمة ومحورية. الشخص اللي انا مرتبط بيه ده لا مهتم ان هو يقرب يعرفني معلومات عن اهله ولا اعرف معلومات. يعني الاهل كده، يعني انا مرتبط بشخص او مرتبط بواحده حتى بحس ان هي بتبعدني عن اهلها ولا بتديني معلومات كده عن ابوها، امها، اختها، شغلهم، طبيعتهم، طباعهم. دائما من اقوى العلامات اللي تدل ان الشخص ده نفسه ان انت تكون واحد من عيلته ونيته خير مش خبيثه في المستقبل، انه دايما يحكي لك بالتفصيل. شوف انا بقول ايه بالتفصيل وحط تحتها 1000000 خط، ما تخافش، عن اهله، عن حياته الاجتماعية. عايز يحس ان انت بقيت واحد منهم وهو كمان بقى واحد منك والعكس صحيح. وعايز يعرف، يعني عايز يعرفك على اهله ويقربك منهم، وفي نفس الوقت عايز يغوص كمان في تفاصيل اهلك انت كمان. هو ده الحب، هو ده الحب، ان احنا نتشارك في كل حاجة. هقول كمان علامة، هقول علامة ستة كمان مهمة، والتعدد وزيادة العلامات هيبقى مفيد، يعني مش هيبقى مضر في حالة زي دي. لو حسيت ان هو بيشاركك في احلامك حتى لو هي صغيرة او تافهة، تحس كده بشكل مباشر او غير مباشر ان هو بيزقك لقدامه ويقول لك اطلع، نفسي ان انت تحقق احلامك ومبسوط لما تقول له نجحت، عملت حاجة بحبها، تحس كده بالفرحة او بالانبساط، او ان هو مدقق، احكي لي التفاصيل كده، شاركني. المشاركة في حد ذاتها من اكبر العلامات اللي تدل ان الشخص ده بيتعامل معاك على انكم انتوا الاتنين روحين في جسد واحد. على الشات بقى نفس العلامات، مش هتختلف اطلاقا لو انت علاقتك على الشات. لو انت بتحب حد عادي، وانا مش بقول ان علاقات الشات فاشله، وان كان صراحه اغلبها فاشل، بس في ناس ارتبطت وحبت بعض وعاشت سعيده. ودايما بقول ما نعممش، انا ضد التعميم في اي حاجه، لكل قاعده استثناءات في الدنيا. نفس العلامات طبقها على الشات، احنا هنضحك على بعض. شوف اقعد مع نفسك 3 علامات او خليهم 4 مش موجودين في الشخص او موجودين العكس صحيح، يبقى انت تعرف تقيم علاقتك قبل ما تكمل بقى، قبل ما تحب بقى وتتدبس وتتعلق وتخش في خطوبة وجواز وعيال وخلفة وقرف وتعك الدنيا وتيجي تقول أعمل إيه. هو ده هدفنا. قبل ما تقع أو تيجي رجليك في الخية زي ما احنا بنقول، شوف من البداية الخطوة اللي انت هتخطيها. انت هتخطي على أرض صلبة ثابتة ولا هتاخدك وتنزل بيك؟ ده لمصلحتك
بدل ما تغرق محدش هينفعك. اكتبوا لي آراءكم رجاء في الحلقة دي، ودوسوا لايك رجاء عشان توصل لأكبر قدر من أصدقائنا لو شايفينها مهمة. أنا دايما بقول كده، أنا ما بجبرش حد على حاجة، ودي الديمقراطية اللي لازم نتعامل بها مع كل الناس. وأنا عامة بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها. بكرة الحلقة إن شاء الله الخمسة، لو أنت بقى خلاص ماشي معانا والدنيا تمام في العلاقة لحد كده، أفضل طريقة تصارح بيها الشخص ده بمشاعره أو يكون رد فعلك إيه لما هو يصارحك. ما هو الحياة فن، والعلاقات فن، وكل حاجة فن وذكاء، لأن الدنيا ربنا حتى بيقول وخلقنا كل شيء بقدر، كل حاجة مظبوطة ومحسوبة. مشيت في الطريق الصح بتاعها توصل للسعادة، مشيت غلط للأسف ده اللي مش عايزين نقع فيه. إلى اللقاء.